تم الاتفاق على التجمع في هذه الساحة بمنطقة الجادرية ببغداد. شباب يطلقون على أنفسهم جروب بي أم دبليو. أرادوا من خلال تجمعهم هذا وبعبارة تلال الطائفية وبرسوم معبرة إيصال رسالة للعالم أجمع، مفادها أن العراق واحد وأن الإرهاب لن ينال من عزيمة شبابه وأهله. احنا جروب بي أم دبليو العراق، جروب من كل محافظات العراق. نجمع احنا تواصلنا على الفيسبوك دعما للقوات الأمنية ومحاربة الطائفية وضد الإرهاب. شباب متجمع من كل الطوائف ومن كل الأديان ومن كل، ما عندنا أي تفرقة. طلعنا اليوم بشعار كلا للطائفية، ونحب يعني نوحد العراق بهذا إن شاء الله التجمع. هذا التجمع سويناه لنبذ الطائفية وبين الناس وإنه ماكو فرق بين كل الطوائف، سنة وشيعة وكل الطوائف. وهنا تجمعنا في هذا المكان بالتعاون مع الشرطة المجتمعية. تجمع هؤلاء الشباب للتعبير عن مدى الحب للوطن والوقوف بوجه هجمات الإرهاب ومؤامرات التقسيم، ما هو إلا بشائر بمستقبل عراقي زاهر، مستقبل يأمل كثيرون أن ينفض عن البلاد غبار الماضي بتعاون الجميع. كانت الفكرة أنه حتى نبعث رسالة إلى كل العالم، نرسم داعش على الأرض وتقوم بدعسه العجلات الموجودة من بي ام دبليو ورافعين الإعلام حتى نوصل رسالة إن نقول لداعش وغير داعش إنه هذا مصيرك. تجمع الشباب لم يخلو من مشاهد الإثارة كالتفحيط وفعال، أظهر من خلالها الشباب مهاراتهم التي نالت أعجاب الحاضرين، ليعمد بعدها الجميع إلى التقاط صورة ربما كانت هي أجمل ما في التجمع، وربما السكوت عن وصفها أفضل فهي أبلغ من أي وصف. زياد الشمري، هنا بغداد.